البعض من الناس حريص على الخير لما في قلبه من حب الأجر وتحصيل الثواب من الله عز وجل، لكن ربما أنه يقع من حيث لا يشعر فيما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فإن بعضهم يضع جدولا في الأزمنة الفاضلة كرمضان أو عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من شهر رمضان أو في يوم عاشوراء أو في أي زمن فاضل أتى الشرع بفضيلته، وإذا به يضع جدولا يوميا له محددا بالساعات، بل ويحث الناس على فعل ذلك بأن يحدد ساعة معينة في ذكر عدد من الاستغفار أو الأذكار، أو أنه يخصص بعض الصدقات في ساعات يومه. ونحن نقول عليك يا مسلم أن تحرص على عبادة الله عز وجل، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لكن عليك أن تفعل هذه العبادة على مقتضى ما جاء به الشرع. ما جاء به الشرع مقيدا بمكان أو بزمان فلنفعله، ما لم يكن فعلى المسلم أن يأتي بالعبادة دون تقييد بعدد ودون تقييد بزمن ودون تقييد بمكان حتى لا يقع في البدعة. أما مثل هذه الجداول التي تخصص لها مثل هذه الأوقات فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فانتبه، رعاك الله، وفقني الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح.